الفردي والجماعي بالتسديد والمخالفة المباشرة. من الجهة المقابلة تغييرات في التشكيلة كادت أن تأتي بالجديد. الحراش عادت مرة أخرى للهجوم والبديل إخلف على مرتين. لم يتمكن من مباغتة الحارس علاوي مثلما فشل في ذلك عياطي ومن بعده إزماني. وجمعية وهران لم تستغل الهجومة المعاكسة فالكرة كانت قصيرة على اللاعب خلف الله. لتنتهي المباراة بتعادل سلبي للفريقين ونقطة ثمينة للجمعية في مباراة لم يكن فيها المدربين على مقعد البدلاء، فحجار كان معاقبا والعوفي لم يؤهل بعد. نظن حنا رضينا بهذا التعادل، هذه النقطه نقول نقطه كما يقول لك امل تخلينا نخدموا في ظروف احسن. مازلنا 9 جولات، درنا المبدا وشتنا الروح القاتيه تاع اللاعبين، كانوا باغيين باش يولوا بنا شي تعادل. ان شاء الله حنا لي ماتش غانيين غادي يلعبون في بوعقل، ونساي دي ماتش دي فينال يفو غانيا بوعقل، ونشوفوا دي ماتش على ليكسيريال، وان شاء الله حنا نخدموا ونقولوا ان شاء الله باش جمعيه وهران ان شاء الله تقعد في القسم الثاني. انا ميريت باكي هي والمره الالف نقولها كي هي كي مدرسه تاع الحراش، لان لي دو جوج مدارس يبون فوتبول عندهم لي جان ما يتميليش هذا الكلاس ان شاء الله. لازم نستنوا يعني كومون جيري يعني كيفاش نسيروا المقابلات اللي باقيين، وان شاء الله في اخير يعني الواحد نتكلم عن نفسي انا متفائل، رغم يعني نعرفوا باللي صعوبه ولكن نكون متفائلين. حتى اللاعبين يعني متفائلين باللي يسموه، وكل لازم يتفائل. نفهم شويه ثاني الغضب تاع الانصار سي نورمال، يعني نعطيهم الصحه يعني يشجعوا الفريق تاعهم حتى النهايه، ودائما ما تكونش النتيجه في اخر مباراه دائما سي لا ديسيبسيون اللي تعمل هذا. دونك اون اساي يعني دو بريباري لي ماتش تاعنا اللي بقاو ان شاء الله. شيخ